اولا انا بحييك جدا يا عمر على يعني اولا كمان انت على المستوى الشخصي طبعا وعلى المستوى الصحفي والاعلامي الحقيقه انا بعتز بيك جدا. والجزء الاهم كمان انا بحييك على استعاده واعاده يعني مش المنصه هي اكبر بكتير من منصه اخبار اليوم دي عريقه جدا جدا كجورنان وكصحف وك كل الـ يعني الحاجات الصادره من اخبار اليوم. ودايما احنا متعودين على اخبار اليوم ومصداقيه، وفي نفس الوقت كمان كجورنان سابقا وكصحف وكل شيء، فكمان ان هي تواكب اللقاءات الصحفيه المصوره، فانا بحييك جدا وانا سعيد جدا لان مهما طال الزمن فالمؤسسات الاعلاميه الكبيره ومنها الاخبار طبعا وزي الاهرام والجمهوريه سواء شئنا او ابينا هي مؤسسات كبيره جدا جدا جدا، ممكن في بعض الاوقات تبعد شويه عن الساحه انما ما زالت هي القويه. فمصداقيه الخبر مصداقيه اللقاء الحقيقه انا سعيد جدا بوجودي معاك في مؤسسه اخبار اليوم. والله انا ما اعرفش كان ليه هو تم اختيار جوهانسبرج للعب المباراه، انا كان شيء غريب لان مجازا دلوقتي لو انت بتتكلم على سوبر افريقي في الخليج ففي جماهير مصريه، انما تخلي كل الناس تروح فرقتين من مصر يروحوا يلعبوا جوهانسبرج فكان ده شيء غريب بالنسبه لنا. انما ممكن يكون كان استعاده، اعتقد وقتها كان لسه جنوب افريقيا داخله المسابقات. مسابقات بالظبط بالظبط كده، فممكن يكون كان تنشيط للكره يعني. انما كان شيء برضو غريب، كان شيء صعب. المباراه دي انا كنت هلعبها لغايه قبل المباراه بيوم يعني، وكابتن جوهري جه غير قراره، وطبعا حسين لعب المباراه وادى مباراه كويسه، لان احنا كنا بنتناوب وقتها في بعض الاوقات هو يلعب في بعض الاوقات انا العب، ما كانش كانت العلاقه الحقيقه علاقه طيبه جدا، ما كانش في مشكله خالص يعني. انما انا فاكر احداث المباراه، بل بالعكس كابتن جوهري اتكلم معايا وكان موجود وقتها كمان كابتن احمد سنان مدرب حراس مرمى، وبعدين كده هو لسبب ما غير يعني او شاف ان حسين ممكن يكون هو يلعب المباراه دي. كانت برضو مباراه غريبه ان انت بتلعب ضد الاهلي في جنوب افريقيا. الزمالك كان افضل وقتها يعني، خلينا نكون واقعيين، كان عناصر الفريق كانت في كواليتي لعيبه عاليه قوي قوي قوي، وكنت لسه واخد بطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا، فبرضو ده كان دافع مهم قوي. وطبعا يعني ما حسيناش بالبطوله وقتها او انك انت اخدت بطوله. خد بالك هو برضو لقاء الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي هو بطوله في حد ذاته، بغض النظر انت بتلعب على كاس افريقيا، بتلعب على كاس السوبر، بتلعب في الدوري العام، فهي بطوله في حد ذاتها، فكان دوافع الفوز كانت كبيره قوي في المباراه دي.